تصاعد الأحداث في مدينة بنقردان مازال متواصل. وصل الأوج البارح وين أغلق عدد من الشباب الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين معتمدية بنقردان والمعبر الحدودي راس جدير، وتحديدا على مستوى منطقة الزكرة، ونسد المحتاجين المنافذ أمام الشاحنات الليبية المحملة بالبضائع على خلفية الاعتداءات والتضييقات اللي تعرضوا لها من القطر الليبي، واتهام البعض منهم بقضية رشوة، ونوصلت حالة الغضب لتهشيم السيارات. وكان المطلب الموحد بين المحتجين هو تدخل الحكومة التونسية وإيجاد حلول الإشكالية العالقة بين الطرفين، خاصة في المدة الأخيرة.